باش نتعدى معاك الـ 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 الموضوع كان ما تحبش نحكيو فيه ننقزو. عرفت. الناس كل تعاطفت معاك وحكاو برشا. صحيح. على بوك اللي توفى بالكوفيد الله يرحمه. الله يرحمه. قداش ليها الحكايه؟ 5 شهور طبعا. 5 شهور. نحكيو فيه الموضوع شويه ما يسالش. كيف صارت العمليه؟ بوك كان لبس عليه نورمال ومرو هاي تصويره بوك الله يرحمه. البركه فيك لانه 5 شهور مازالوا مازالت جديده الحكايه. ايش صار بالضبط؟ بابا كيما تشوفوا معناتها مازال صغير، توفى عمره 47 معناتها صغير برشا. صغير ما عندوش حتى مرض، ما عنده حتى شيء. كورونا مرض من الاول كان سافا. هو الحاجه اللي زادت تعبته اكثر شويه اللي هو حتى كي مريض والناس معناتها الطبيب يقول له ارتاح وكذا، هو باخطر يحب الحيوانات فرشة زيدة، فهمت؟ دونك حتى ولو مريض مسكين يهبط في البرد وكذا ويمشي، يعني يقول لك الكلب هذاك مسيس شنو ناكله في الوقت الفلاني، القطاط هذوما يستناو فيه في الوقت الفلاني، دونك يهبط يوكلهم ويعاود يطلع. باركونت امي زيدة مرضت معاها على فكره، مرضوا مع بعضهم الزوج، اما ما ارتاحت وكذا وتحسنت. بازت تعب اكثر وبعد مشى للكلينيك وعمل هو يتعب اكثر وبعد ولا سوماشين وكل وقتها نتفكرها قبل ب 15 يوم. صارت مشكله نتاع اكسجين كورونا. ما لقاولوش ماكينه بردو. لا لا عنده ماكينه، ما هو الاكسجين ناقص في بدنه وبعد درواريه بيدها معناتها تضرت على الاخر، فهمت؟ دونك وقتها الطبيب جا قالنا راهو فما حلين، يا اما باش تقعدوا على رواريه وكاين الدواء وكاين لا، يا اما معناتها يوقفوا كل شيء ومعناتها باش يداويوا الرواري يخليوهم على روحهم وحدهم ويعوضوهم بماشين اخرى معناتها ويدخل هو في غيبوبه. وقالنا كيما ينجم يخرج منها كيما ليما. انا في اللحظه ذيك وقتها نفكرها كيما دخت ما عادش نشوف في حد شيء قدامي، يعني تخيل سي نورمال صحيت هو مازال معناتها بحذاك وكل، وبعد يجيك الطبيب يقول لك احنا راهو باش نعملوا هكا، ما كيما ينجم يخرج كيما ينجم ما يخرج معناتها، اما هذاك الحل الوحيد، ما عندكش حل اخر باش هو يبرى يعني وكل. دونك اوكي. وبعد بدا قعدوا يداويوا له في رواليه وكل، وقبل بنهار من 15 يوم هذوكم ما يتعداو على اساس سي بون، خاطر الطبيب كي كلمنا قالنا راهو سي بون رواليه احنا قاعدين نتبعوا فيهم بالبورسنتاج، كانوا 20% بعد 40% 60% سي بون قريب نخلطوا 100% باش يرجع سافا نتاع من غدوه باش ينحيوا له الماشين ويفيقوه، فهمت؟ ليلتها صحيت دايما انت رجع لابس عليه جو به قبل ما يوصل باش يولي لابس عليه، ليلتها احنا نستناو فيه على اساس غدوه باش يفيق. الفاشل يكلمونا راهو بكم قلبه قف وان شاء الله تنجموا تخلطوا عليه ولا ما نعرفش شنو معناها، ما حبوش يقولوا هنا ديريكت راهو بكم توفى معناها. كاو مشينا وقتها وصلنا للميليتير غاديك 6 نتاع الصباح وكل كيف مانيش مصدقين، حد ما هو مصدق معناها. لين وصلنا للدار غاديك ونراو فيهم يحطوا في الكريسي والناس قاعده داخله وكل، مش فما مازال كي توفى عزيزي 6 شهور التالي مو شويه شويه معناتها ننساو الحكايه. وللحظه هذيك مانيش مصدقين، ريت الناس تجي لين دا البركه فيك لين البركه فيك تعمل هكا، ماني مستوعبه لي انا ما عادش نعاود نشوف بابا في حياتي مره اخرى، لي انا ما عادش عندي بو. الحمد لله الله يرحمه. الحمد لله الله 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 يرحمه الله يرحمه. ربي يصبركم. سامحني كان قلقتك وجبت لك على موضوع، انا شاورتك قبل كل شيء، لكن انت زاد كانك في حاجه انك تحكي وتفرغ قلبك وترتاح. اليوم شنية تحس حياتك تبدلت؟ اكيد تبدلت برشا، مش كيما كنت عايش وانت مرتاح، كنت معناتها متاكد اللي باش يصير لك باللي باش تعمل، ديما فما العبد اللي وراك، ديما تحس روحك قويه عندك القوه هذيك مهما تعبو حميك بوك وقف معاك. صحيح توا اوكي عندنا الفامي وامي زاده موجوده ان شاء الله ربي يفضلها لنا، ربي يفضل لكم، اما ديما تحس اللي فما حاجه ناقصه، فما حاجه لازمك باش تعمل على روحك توا، لازمك بالعكس باش توريه معناتها اللي انت قويه واللي انت باش تنجم تعيش وتفرحوا بيك وكذا. انتم عائله كبيره تبارك الله، 4 صغار هكا ولا هذيك اختك الصغيره مازال ما فرحش بها. قداش عمرها اختك الصغير؟ توا عامين وشويه قريب 3 سنين. مازالت ما فهمتش كي بوها مشى؟ ها؟ ما فهمتش، ديما تسال وينو بابا وينو بابا، نقول لها عند الله فيه عند الله، نقول وينو بابا عند الله، وهي مش فاهمه معناها عند الله وينو كذا. فما فيديو هبطت انت قطع القلب على انها اختك تسال على ابوك. ايه تقول وينو با
الله يرحمه. الله يرحمه باهي ربي صبركم وتبارك الله خلى بنات محلاهم وخلى عائلة باهية. فمرة مرة قاعدة تبكي برشا تقول تو بابا تو بابا، وإحنا بالزهر وقتها عاملين لها فيديو مرة وهي قاعدة تحكي معاها مصورينها معناتها فيديو لبابا وهو قاعد يكلم فيها بالكام، حاطين لها الفيديو هذاك وهي ماشي بالها اللي قاعدة تحكي مع بابا وقتها. تقول لها إيجا إيجا توحشني. ربي يعطيها الوقت الطيب.